بسم الله نبدأ مشاهدينا الكرام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج يحدث اليوم. نود أن نذكر مشاهدينا الأعزاء بطرق التواصل معنا عبر صفحتنا الخاصة على الفيسبوك لاستقبال الصور والفيديو على عنوانها يحدث اليوم @facebook.com، بالإضافة إلى رقم الواتساب 0780450450، وهنالك رقم مباشر لاستقبال الشكاوى والملاحظات وهو 06-4773-111. ويسعد فريق البرنامج أن يتم التواصل معه من خلال هذه العناوين. مشاهدينا، فاصل قصير وأكون معكم في قراءة لأبرز وأهم عناوين ومتابعة حلقتنا لهذا اليوم. أهلا ومرحبا بكم. مشاهدينا أهلا ومرحبا بكم من جديد، وأقرأ على حضراتكم أهم متابعات وقضايا حلقتنا لهذا اليوم. وفي عنواننا الأول: والأردن يبدأ أول دراسة لعلاج السرطان بتقنية CAR T-cell. ثم: لا فواتير كهرباء في محافظات الشمال اعتبارا من الشهر المقبل. ونتوجه وإياكم إلى هيئة تنظيم قطاع النقل البري وشكاوى من التطبيقات المخالفة ووعود بحجبها. ونتوجه إلى الكرك ومخلفات الدعاية الانتخابية، تشويه للمنظر وتلويث للبيئة وخطر على المرور. ومن الرمثة: عدم وصول المياه منذ 4 أشهر في منطقة البويضة. وأيضا شكاوى أولياء أمور طلبة في مدارس بمنطقة الفيصلية من الاكتظاظ. وأخيرا وإن أسعفنا الوقت، نتوجه وإياكم إلى عجلون، ومن عجلون مطالب بتعبيد شارع يخدم عدة منازل في منطقة راسون. إذن مشاهدين، هذه متابعات وقضايا حلقتنا لهذا اليوم. فاصل قصير وأكون معكم في أولى هذه العناوين. مشاهدين أهلا ومرحبا بكم من جديد، والعنوان الأول: الأردن يبدأ أول دراسة لعلاج السرطان بتقنية CAR T-cell. وللمزيد نرحب وإياكم في هذا الصباح بالدكتور نزار مهيدات، مدير عام مؤسسة الغذاء والدواء. دكتور نزار، صباح الخير، يعطيك ألف عافية. صباح الورد، أهلا وسهلا فيكم. أهلا ومرحبا بك. نتحدث لو تكرمت في هذا الصباح دكتور نزار عن هذا الإنجاز ودور المؤسسة، دور مؤسسة الغذاء والدواء في هذه الدراسة، تفضل. يا ستي شكرا بالبداية على الاستضافة والمقدمة الرائعة. وخلينا نبلش من الجزء الثاني للسؤال، دور المؤسسة العامة للغذاء والدواء في مثل هذه الدراسات السريرية. الجواب: المؤسسة العامة للغذاء والدواء هي الجهة الرسمية الوحيدة اللي ممكن تعطي موافقة على إجراء دراسة سريرية. ليش؟ لأنه هنالك قانون منفرد إحنا انفردنا فيه بالأردن. نعم. بوجود قانون ينظم الدراسات السريرية، لأنه هذا الموضوع يعني كبير ومهم جدا، لذلك لابد من جهة رقابية تجيز إجراء مثل هذه الدراسات. وهذه الدراسة تم إجازتها من قبل المؤسسة العامة للغذاء والدواء نتيجة توافر الاشتراطات المطلوبة ضمن القانون لإجراء مثل هذه الدراسات. أما عن طبيعة الدراسة، هي تدخل في مضمار المعالجة للأمراض المزمنة كالسرطان باستخدام آلية اسمها الإيمينوثيرابي، اللي هو استخدام جهاز المناعة نفسه في معالجة مريض السرطان. وبشكل يعني مبسط جدا، هاي الخلايا موجودة في جهاز المناعة اسمها سايتوتيك تيسل. نعم. الخلايا من النوع التائي، وهي خلايا قاتلة بحيث انه تفرز مواد قادرة على تحليل الخلايا السرطانية. التكنولوجيا اللي حدثت، وبكل فخر واعتزاز في الخدمات الطبية الملكية، ولذلك هي سجلت كإنجاز وتم ترجمة
توجيهات جلالة سيدنا بأنه البحث والتطوير لابد بأنه يكون خلاق. البحث والتطوير إذا بدي أعمل أنا بحث في الأردن مشابه لبحث عمل في دولة أخرى يعني كويس، لكن لا يرقى إلى التميز. نعم. البحث أنه أنت تعمل بحث منفرد متميز ولأول مرة يحدث بالمنطقة، هذا شيء رائع جدا، وسيعفي مرض السرطان من الآثار الجانبية المترتبة على العلاجات الأخرى. نعم. طبعا هذا الموضوع يختص في فئة معينة من مرضى السرطان. نعم. أي مرضى اليوكيميا اللي هي سرطان الدم، والعملية اللي قاموا فيها الشباب الباحثين سواء كانوا من الخدمات الطبية أو من الاتحاد الصديقة الأخرى وممثلة طبعا في بعض الباحثين من ألمانيا. نعم. وما تم إنجازه وتجهيزه لإجراء مثل هذه الدراسة تمت في مركز علاج السرطان في الخدمات الطبية الملكية، وأجازة المؤسسة كظروف بيئية وأخرى يعني متطلب للمؤسسة لإجراء هذه الدراسة. نعم. بأنه يتم عزل خلايا التائية من الدم والعمل على إضافة مادة إلها بحيث أنها تكون جاذبة للخلايا السرطانية والقدرة على تحليلها. نعم. فهذا الإنجاز حقيقة على الشيء المادي تم حدوثه، وعلى الجانب المعنوي يعني إحنا كلياتنا كقطاع صحي ممثل في المؤسسة وغيرها من الجهات الصحية حقيقة نبارك الأردن بشكل عام ونبارك الخدمات الطبية في إحراز مثل هذا التقدم. وتم العمل يعني تم الدراسة تمت على أحد مرضى سرطان الدم وإن شاء الله إنها تتكلل بالنجاح والشفاء إن شاء الله. إذا دكتور حتى نكون أكثر قربا لمن يستمع لنا ونبسط الأمور، هذه ما زلنا في دور طور الدراسة، لكن هنالك حالات طبقت عليها هذه الدراسات، هي حالات واعدة، فبالتالي متى نجزم بأن هذا العلاج سيكون متاحا وسيستخدم ويسجل كإنجاز ومطبق على أرض الواقع؟ هذا ما نأمل به، لكن من ناحية إجراءات قانونية وإجازات لإجراء مثل هذه الدراسة من قبل المؤسسة تمت، والدراسة بدأت على أحد المرضى، وبجوز الطاقم الطبي اللي قام فيها في الخدمات الطبية أقدر وصاحب اختصاص إنه يعطي المعلومات، يعني مش اليوم لأنه الدراسة بلشت من يومين، فبالتالي صعب إنه إحنا نعطي يعني فعالية هذا التكنيك. كم نحتاج من الوقت لو تكرمت؟ يعني سيتم متابعتها الحالة أول بأول ورصد البروجريشن ريبورت، لازم يكون في عندنا إحنا تقرير عن هاي الحالة أول بأول، ويتم رصدها كل يوم ونشوف إحنا مدى الاستجابة لمثل هذه التكنولوجيا. نعم نعم، يعني إحنا بدورنا نثمن هذه الجهود عاليا، يعني يعطيهم ألف عافية من قام بهذه الدراسة ومن عمل عليها ومن سهلها، وأيضا نتمنى في القريب العاجل أن تنشر هذه الدراسة وأن تسجل للأردن والتميز العلمي الطبي في الأردن، وأن تطبق ويكون لها هذه الجوانب التي جميعا نأملها على مرضى السرطان شفاهم الله. هذا اللي بنتمنى إن شاء الله. آمين آمين. دكتور نزار، وأترك الكلمة الأخيرة لك في هذا اللقاء. يا ستي الكلمة الأخيرة وليست الأخيرة حقيقة، بأنه إحنا يعني مصرين على إحراز وتطبيق وتنفيذ توجيهات الملك بأنه يكون الأردن بكل مجالاته متميز ومنفرد نحو التطوير والبناء والتعزيز. إن شاء الله إن شاء الله، ونحن بدورنا برنامج يحدث اليوم والإعلام بصورة عامة سنبقى متابعين لكل هذه الإنجازات والتي نفخر سويا بتسجيلها باسم الأردن الغالي. كل شكر للدكتور نزار مهيدات مدير عام مؤسسة الغذاء والدواء، شكرا لك. أعزائي المشاهدين، فاصل قصير ثم متابعة جديدة بإذن الله.
إذن مشاهدين المتابعة الثانية، لفواتير كهرباء في محافظات الشمال اعتبارا من الشهر المقبل. وللمزيد نرحب إياكم في هذا الصباح بالمهندس علاء القرعاوي الناطق الإعلامي في شركة كهرباء إربد. مهندس علاء، صباح الخير، يعطيك ألف عافية. إذن المتابعة الثانية وهي طبعا بسبب الكهرباء، لن يكون هنالك فواتير وقراءات لهذه الفواتير ورقية في الشمال اعتبارا من الشهر المقبل. كل هذه التفاصيل سنتحاور بها مع المهندس علاء القرعاوي الناطق الإعلامي في شركة كهرباء إربد. مهندس علاء، صباح الخير، يعطيك العافية. صباح الخيرات، يعطيك ألف عافية، حياك الله. يا هلا، أهلا ومرحبا بك. يعني حطنا في التفاصيل، أعطينا التفاصيل لو تكرمت. بداية نصبحكم بالخير. صباح النور. طبعا احنا خلال الفترات الماضيه كان في خطه مطبقه لاستبدال كافه العدادات الكهربائيه لعدادات ذكيه، وطبعا هاي الخطه يعني باذن الله في نهايه عام 25 متوقع انه كافه العدادات الموجوده عندنا تحديدا في مناطق محافظات الشمال ضمن اختصاص شركه كهرباء اربد، اربد والمفرق وجرش وعجلون، ان يتم الانتهاء منها واستبدالها بالعدادات الذكيه. طبعا نعم. العدادات الذكيه احنا بنحكي قاعدين على اجراء مباشرين فيه من اكثر من سنتين تقريبا. وبنحكي تقريبا الان ما يزيد عن يمكن 53% من مجموع العدادات او 54% تم استبدالها بعدادات ذكيه. العدادات الذكيه عباره عن طبعا لها يعني عدد من الخصائص، من ضمنها امكانيه القراءه عن بعد، امكانيه الفصل عن بعد، امكانيه اعاده السياره عن بعد، إمكانية ملاحظة بعض الأمور الفنية ومراقبتها عن بعد. طبعا هذه لصالح المشتركين من حيث يعني موضوع اللي هي الفولتي عند المشتركين وغيره. نعم. خلال الفترات الماضية يمكن حاولنا مع بعض أو في بعض الحالات أنه بتعرفي ربط الاشتراك دائما مع رقم الهاتف تحديدا عندنا يمكن يكون في شوي صعوبة، خاصة أنه كثير من الأخوة المواطنين المشتركين بتنقل من مسكن لمسكن، مساكن كثير بتكون مؤجرة بتم إخلاءها. ربط دائما عدد ربط الاشتراك برقم الهاتف للمنتفع مش دائما بتكون دقيقة. خلال الفترات الماضية بلشنا بتعرف الآن بما أنه صارنا أكثر من سنتين شغالين على موضوع تركيب واستبدال العدادات الذكية. نعم. إحنا الآن كان في عندنا توجه، طبعا هذا التوجه مش حديث، يمكن شوي بدي اصلح موضوع شغله مهمه بالخبر. هي من 1/10 مش موضوع البدء باصدار الفواتير الالكترونيه، احنا بلشنا تدريجيا باصدار هاي الفواتير الكترونيا. اذا 1/10 هو يعني خلينا نقول بشكل كامل. لا، هلا هو 1/10 توسيع الاطار، يعني توسيع الاطار، توسيع الاطار، توسيع اطار التطبيق في مناطق اكبر ومناطق اوسع. الان بعثنا مسجات للاخوه المواطنين خلال الاشهر الماضيه، الثلاث شهور الماضيه، وصل مسجات للاخوه المواطنين الموجوده عندنا طبعا ضمن قاعده البيانات الموجوده في شركه كهرباء اربد. انه في حال انه هذا الاشتراك يعود إليك التأكيد، إذا لا عدل رقم الاشتراك أو رقم الهاتف، وبالتالي أعطيناهم الفسحة والوقت عشان يعدلوا أرقام اشتراكاتهم المربوطة بالهاتف. بمعنى إذا أنا منتفع من هذا الاشتراك بأكد أن هذا رقم هاتفي، إذا غير منتفع في خيار ثاني في هاي الرسالة النصية. نعم. بعد إرسال هاي الرسائل ووصول بعض الملاحظات من قبل المشتركين بالتعديلات، فكان لابد من إجراء تدريجي لإصدار هاي الفواتير إلكترونيا. باشرنا بالإجراء، ويمكن بشهر 10 إن شاء الله راح نوسع في مناطق أخرى، يعني مناطق أوسع. تعرفي هذا الإجراء يمكن شوي دائما منفضل يكون إجراء تدريج. نعم. يعني لا سمح الله في حال حدوث أي ملاحظات تقنية يكون عندنا إمكانية لمعالجتها بالشكل الأمثل. نعم. فالفكرة إنه إحنا قاعدين باشرنا من زمان اصلا بهذا الموضوع، ولكن الان راح نتوسع اكثر. نعم. واكثر. نعم، نحن إذن الان في طور التوسع في القراءات للعدادات الذكيه عن بعد، لكن يعني العنوان ايضا ومن خلال حواري مع حضرتك يعني حتى هذه اللحظه فقط 53%، وهي نسبه عاليه، يعني هم من شملتهم هذه العدادات، وبالتالي نحن نتحدث عن اكثر من 50% من محافظات الشمال يعني اصبحت الان على هذا النظام الجديد. أكثر من 50% من العدادات والاشتراكات الموجودة في منطقة اختصاص شركة كهرباء إربد
تم استبدال عدادات لعدادات ذكية. نعم. بنحكي عن نسبة التجاوز 50%. نحكي الآن عن البدء في توسع بإظهار الفواتير الإلكترونية. إحنا باشرنا فيها الآن، نحكي عشان هيك يعني فقط عوننا الخبر من حيث أني أنا قاعد بوسع إصدار الفواتير الإلكترونية بنطاق أوسع شوي. نعم نعم، شاكرين لك هذا التوضيح، وإن شاء الله إحنا أيضا دائما معكم في الجديد وفي هذه التوسعات إلى أن نصل إلى النقطة أو الغاية التي تطمح لها مؤسساتنا ومن ضمنها شركة كهرباء إربد. كل الشكر للمهندس علاء القرعاوي الناطق الإعلامي في شركة كهرباء إربد، شكرا لك. أعزائي المشاهدين، فاصل قصير ثم متابعة جديدة بإذن الله. دم الشريفين وشم في أياديها، لا يمحي وهو كحل في مآقيها، والهاشميون أهلوها ولا أحد أولى بدقاتها من صدر أهليها، ويشهد الله أن القدس ما حملت يوما سوى الحب روحا في حواشيها، كانت مساجدها نجوى كنائسها، والمؤمنون سواء بين أيديها. عمان يا نخلة للقدس شامخة، هذا اليقين الذي في القلب يحييها، ويجعل القدس أقوى في تحملها، ويجعل القدس أقوى في تحديها. لأجلك يا مدينة الصلاة. اتصل فينا للإجابة على جميع استفساراتك. بألو دكتور، الجواب دائما عندنا. مشاهدينا، المتابعة الجديدة هي من هيئة تنظيم قطاع النقل البري وشكاوى من التطبيقات المخالفة ووعود بحجبها. أو نتوجه وإياكم في متابعة أخرى جديدة من الكرك، مخلفات الدعاية الانتخابية، تشويه للمنظر وتلوث للبيئة وخطر على المرور. وللمزيد نرحب وإياكم في هذا الصباح بالزميلة نسرين الضمور من صحيفة الرأي، وعلى الطرف الآخر عطوفة محمد المعايطة رئيس بلدية الكرك. وبداية أبدأ بزميلتي نسرين. نسرين صباح الخير، يعطيك العافية. إذن من أعد هذا التقرير وتحدث عنه هو الزميلة نسرين الضمور، لكن سنناقش حول هذا الموضوع وهي الدعاية الانتخابية والمخلفات الدعاية الانتخابية مع عطوفة محمد المعايطة رئيس بلدية الكرك. محمد المعايطة صباح الخير، يعطيك ألف عافية. صباح الخير، أهلا وسهلا فريسي، وصباح الخير للإخوة المشاهدين. أهلا ومرحبا بك. إذن انتهت الانتخابات النيابية، لكن ما زالت هنالك آثار أو مخلفات الدعاية الانتخابية والتي تشكل ضررا وتشويها للمنظر بشكل عام في الكرك. نتحدث عن هذه النقطة ودور البلدية في التخلص من هذه التشوهات، تفضل. يعني هذا الموضوع موضوع هام، استخدام الدعاية والإعلام للمرشحين إثناء فترة الانتخابات النيابية والبلدية، وما بيعقبها من آثار سيئة حول المخلفات، وأيضا وضعها بطريقة عشوائية وفي بعض المرات تحجب الرؤية المرورية لمستخدمي السيارات وأيضا للمشاة العاديين. يعني كانت البلدية حريصة منذ البداية بالتعاون مع الهيئة المستقلة للانتخابات بإزالة كل اللوحات الإعلانية المخالفة خلال فترة الانتخابات، والآن إحنا بعد الانتهاء الفترة القانونية بعد يوم الاقتراع وإعطاء مهلة للقوائم الانتخابية والمرشحين أنهم يزيلوا هاي اللوحات الإعلانية. نعم. وفي حالة عدم إزالتها من قبلهم بتقوم البلدية من خلال كوادرها
بإزالة هذه اللوحات الإعلانية باشرة في البلدية منذ 3 أيام بإزالة كافة اللوحات الإعلانية الموجودة ضمن منطقة عملها. لكن الانتخابات السنة هاي يعني من خلال القوائم الانتخابية والقوائم الوطنية الموجودة كان في أعداد ضخمة من اللوحات الدعائية والإعلان اللي موجودة ضمن منطقة البلدية، وجاءت كمان أيضا بالنسبة لنا في البلدية مع تركيب وحدات إنارة الليد واستبدال الإنارات القديمة. يعني جزء من ورشاتنا اللي مختصة في هذا الموضوع اللي معها رافعات يعني تشتغل مع تبديل وحدات الإنارة، وخصصنا جزء آخر لإزالة اللوحات الإعلانية. نعم. وأيضا يعني إحنا اللوحات الإعلانية هذه حريصين كل الحرص للاستفادة من هاي المخلفات بالذات الإطارات الخشبية الموجودة، يعني قسم منها يرسل إلى مصنع السماد العضوي وقسم آخر يخزن لعل وعسى يعني من أصحاب المواهب اللي يعني ممكن يهتموا في مثل هاي الإطارات والاستفادة منها فن تشكيلي أو أي أمور أخرى. نعم. إذن بدأتم عطوفتك منذ 3 أيام مثل ما حضرتك ذكرت، والعمل جاري الآن، لكن متى من المتوقع أن تنتهي كل هذه التشوهات؟ يعني أصبحت، لأنه بتعرف يعني هي بتكونش كاملة وقد يطالها العبث، فبالتالي قد تؤذي المنظر بشكل عام أو تمنع شواخص المرور. تفضل. أعتقد أنه يعني خلال 10 أيام ممكن ننتهي من هذه الأعمال كاملة، بحيث أنه ما يبقى أي لوحات ودعائية على الشوارع، ما لم أنه يعني في بعض مرشحين للأسف يعني خلينا نقول مستخدمين روافع هاي إلا من عمان جابوها يعني عالية جدا يعني هاي ممكن شوية نأخرها حتى نستطيع نوفر آليات للتعامل. نعم نعم، يعطيكم العافية. إذن يعني خلال 10 أيام وعلى لسان عطوفة رئيس بلدية الكرك ستكون كل هذه المظاهر أو المناظر الغير يعني جيدة ستزال من شوارع الكرك بإذن الله. العمل جار يعني يوما بيوم. كل الشكر لعطوفة محمد المعايطة رئيس بلدية الكرك. شكرا لك. أعزائي المشاهدين، فاصل قصير ثم متابعة جديدة بإذن الله. وإلى منطقة الفيصلية نتوجه وإياكم. وشكاوى أولياء أمور طلبة في مدارس بمنطقة الفيصلية من الاكتظاظ، وللمزيد نرحب وإياكم في هذا الصباح بزميلي أحمد الحراوي من صحيفة الدستور، وعلى الطرف الآخر الدكتور محمد العبيدات مدير التربية والتعليم في لواء الموقر. وبداية أرحب بزميلي أحمد. أحمد صباح الخير، يعطيك العافية. الله يعافيك، صباح النور يا هلا. أهلا ومرحبا بك. إذا هنالك يعني أشرت على أنه في مدارس بمنطقة الفيصلية هنالك اكتظاظ للطلبة، نتحدث بمزيد من التفاصيل. تفضل. زميلتي العزيزة، هو الاكتظاظ يشمل عدة مدارس بلواء، طبعا هي الفيصلية بلواء الجيزة. نعم. يوم نحكي عن الفيصلية، هي منطقة الفيصلية ما يقارب 5 مدارس كبيرة تعاني من الاكتظاظ الشديد، بالإضافة لمنطقة رجم الشامي يوجد ما يقارب 8 مدارس، منطقة حوض محارب اكتظاظ، يعني الاكتظاظ وصل ببعض الغرف الصفية، الغرف الصفية العادية اللي مش مخصصة مؤهلة للطلاب، إلى ما بين 50 إلى 60 طالب. نعم. لا يمكن استيعاب هذا العدد بغرفة واحدة، ولا يمكن للطالب أنه يستطيع أن يدرس بجو دراسي طبيعي 100%، رغم جهود مدير التربية. نعم. الآن الحديثة لحل المشكلة، إن المشكلة هي قائمة في هذه المناطق، اللي يعني في بعض المناطق تم إزالة بعض الغرف الصفية لأنها تشكل خطر على حياة الطلبة، وتم تجميع الطلبة بصفوف مجمعة. يعني هل يعقل أنه الآن لغاية الآن نعاني من الصفوف المجمعة؟ نعم. كيف يستفيد الطالب عندما يجزأ الحصة إلى العدة الصفوف؟ نعم. هذا رصدت زميلي أحمد، هذا رصدت في 5 مدارس كبرى في الفيصلية بلواء الجيزة.
خمس مدارس بالفيصلية بالواجهة، ورجيم الشامي بالواجهة، كله بالواجهة ثمان مدارس. نعم. لما تحوض محارب مناطق كثيرة يعني لا يتسع المجال لذكر كل المدارس. نعم. هي كلها المدارس هاي تعاني من الاكتظاظ الشديد وتعاني من الصفوف المجمعة. طيب السنة هاي لم يكن هنالك لوزارة التربية والتعليم أي تعديل أو تطوير أو إضافة صفوف أخرى أو بناء مدارس، إيجاد مدارس سواء مستأجرة أو حديثة؟ تفضل. حقيقة هو مدير التربية الآن، وأنا طيب قابلته، يبذل جهود مبنية لحل هذه المشكلة، لكن هذا الأحيان يخارج نطاقه لأنه بهذه. نعم، خلينا نشوف شو بده يخبرنا الدكتور محمد العبيدات. يعني تكتفي بهذا القدر بوصف الحال اللي عليه المدارس في الفيصلية؟ نعم، شكرا لك زميلي أحمد، ونرحب وإياكم بالدكتور محمد العبيدات مدير التربية والتعليم في لواء الموقر. دكتور محمد صباح الخير، يعطيك ألف عافية. أسعد الله صباحكم، كل الاحترام والتقدير لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون وإلى برنامج أحدث اليوم على هذه المتابعة الحديثة التي تهتم بمصلحة المواطن أينما كان. أهلا ومرحبا بك دكتور محمد. كل الاحترام والتقدير لأخونا الصحفي أحمد الحمود. نعم. على هذه المتابعة الحديثة. نعم دكتور محمد، يعني دكتور محمد، يعني لم نعد يعني نستوعب أنه ما زال هنالك في 50 إلى 60 طالب في غرفة صفية واحدة، وبالتالي اكتظاظ لخمس مدارس كبرى في لواء الجيزة، في الجيزة، لواء الجيزة بالفيصلية. فبالتالي بدنا نتحدث أن كان هنالك في مشاريع أو حلول، لو تكرم تفضل. للتصحيح، هي في لواء الموقر وليس لواء الجيزة. نعم. للتنويه يعني فقط، هي لواء الموقر، المنطقة الفيصلية في لواء الموقر تابعة. نعم. لواء الموقر. نعم. حقيقة يعني لا يخفى على أحد أنه إحنا نشهد الآن نهضة تعليمية كبيرة جدا، ولا تال وزارة التربية والتعليم جهدها في سبيل توفير البيئة التعليمية المناسبة والأبنية المدرسية المناسبة التي تخدم أبنائنا الطلبة. نعم. طبعا إحنا عندنا مناطق الموقر يعني المديرية فيها 63 مدرسة، منها 27 مدرسة ذكور و36 مدرسة إناث، عندي 18 مدرسة مستأجرة. نعم. منطقة الفيصلية تحديدا فيها 6 مدارس، هذه المدارس يعني للأمانة الواحد كمان يكون صادق مع نفسه أن الاكتظاظ في مدرسة واحدة اللي هي مدرسة عمر بن الخطاب اللي فيها هذا العدد، بينما باقي المدارس الأخرى مثلا الفيصلية الثانوية للبنين والفيصلية الثانوية للبنات والفيصلية الأساسية للبنين وأسماء بنت أبي بكر. نعم. يعني لم تشهد اكتظاظ بهذا. كم عدد الطلاب إذا في بتقدر تعطينا؟ يعني هي جزء فقط مدرسة عمر بن الخطاب اللي فيها هذا العدد. باقي المدارس؟ باقي المدارس لا، الأعداد يتراوح حسب، طبعا احنا عندنا سعة قانونية منصوص عليها يعني بالنسبة للمدارس قديش لكل طالب له متر مربع، واحد متر مربع تقريبا. يعني عدد الطلاب في بعض الصفوف يعني حسب المدرسة، يعني في صفوف يعني 30 35 40، لكن هذه المدرسة. طيب يعني عفوا من حضرتك فقط يعني للتوضيح، 35 إلى 40 طالب في غرفة صفية واحدة، يعني هذا مقبول لدى وزارة التربية والتعليم؟ يختلف من مدرسة لمدرسة. نعم. الغرف الصفية مساحاتها مختلفة وليست كلها موحدة. احنا ما بنحكي فقط عفوا من حضرتك، مش بس المساحة، مقدرة المعلم على العطاء او خلينا نقول على الشرح ل 45 طالب او 40 طالب تختلف كليا اذا كان مثلا العدد من 20 ل 25 طالب، وايضا يعني حصة الطالب من الاسئلة تختلف اذا كان بده يناقش معلمه في المادة. لا نتحدث عن فقط المساحة داخل الغرفة الصفية. حقيقة ما تفضلت فيه هو عين الصواب، حقيقة يعني يجب أن يأخذ الطالب حقه من التعليم ومن الوقت ومن المساحة داخل الغرفة الصفية. نعم. فقط هذه المدرسة عمر بن الخطاب الأساسية، وهناك مبنى آخر مجاور لهذه المدرسة كان فيه عملية إضافة غرف صفية، والآن نحن في يعني في صدد استلامها، يعني أنهى المقاول منها، وإن شاء الله يعني راح نشغل هذه الغرف الثمان غرف صفية يعني في بحر الجوز الأسبوعين القادمات، يعني في ساعات معينة حتى قيمة العطاء لها هاي 500 ألف دينار وتم إنجازها، والحمد لله استلمناها وإن شاء الله تحل مشكلة من المشاكل. نعم، يعني خلينا نرد نعيد لو سمحت، مدرسة عمر بن الخطاب سيكون هنالك إضافة ثمان غرف صفية جديدة، تم إضافة وستكون خلال أسبوعين مفعلة، فبالتالي يعني عدد الطلبة قد يكون 30، يعني بدنا نرجع على 30 طالب في الغرفة الصفية. كمان يعني القوات المسلحة الأردنية يعني كل الاحترام، أيضا تم إنشاء مدرسة للثقافة العسكرية. نعم. أخذت يعني من مدارس الفيصلية تحديدا، يعني هي سعتها 350 طالب، مدرسة الثقافة العسكرية من الصف الرابع للصف الثامن،
وافتتحت يعني باشرت عملها 15/9 اخذت يعني انا تواصلت مع مدير المدرسه وما قصر يعني حقيقه ان اخذنا نعم. 170 طالب من منطقه الفيصليه تحديدا نعم. لتخفيف الضغط على مدارس منطقه الفيصليه تحديدا نعم يعني خلينا نحكي خلال اسبوعين هذه المشاكل التي اثرناها واشرنا لها من خلال نعم. زميلنا احمد الحراوي ستكون تقريبا منتهيه خلال اسبوعين لانه احنا يعني مثل ما حضرتك ذكرت نتحدث فقط عن مدرسه واحده مكتظه نعم. وهي يعني عمر بن الخطاب نعم. ايضا يعني اذا سمحتي لي انوه ان وزاره التربيه والتعليم لم تأل جهدا ايضا في توفير يعني احنا منطقه اللواء الموقر تربيه الموقر يعني تم استلام مدارس يعني ضمن مواصفات يعني مدرسه الهيبه الشرقيه الثانويه الشامله المختلطه من حكويتيه 2 مليون تم استلامها يعني في شهر 2 من العام هذا ايضا هناك مدرسه الرقم الشامل الغربي الجنوبي ايضا بمنحه من اليو اس اي دي 3 مليون دينار بالإضافة عندنا أيضا إضافة غرف صفية لمدرسة الرجب الشام الغربي أيضا نعم. بقيمة 500,000 دينار أيضا عندنا استلام أيضا إضافة مشغل تجميل لمدرسة الرجب الشام الغربي نعم. بقيمة 500,000 دينار أيضا عندنا المجلس المحافظة كمان ما قصر يعني في عندنا مشاريع للامركزية لبعض المدارس مدرسة الحاتمية الثانوية نعم. تم إنجازها قبل أسبوعين نعم. أيضا مدرسة الكتيفة سيبدأ العمل بها قريبا إن شاء الله, شاء الله. إن شاء الله. يعني نشكركم احنا بنعرف الضغط الملقى على عاتق وزارة التربية والتعليم يعطيهم ألف عافية لكن دائما نطمح ونناقش بالأفضل ونوصل أيضا صوت أهالينا في مناطق يعني مختلفة من المملكة فبالتالي يعطيكم ألف عافية هنالك مشاريع كثيرة وهنالك الانتهاء من كثير من المشاكل التي نشير لها من خلال برنامج يحدث اليوم وذلك من خلال وزارة التربية والتعليم يعطيكم ألف عافية الدكتور محمد العبيدات وأنت مدير التربية والتعليم في لواء الموقر وأيضا بدي أشكر زميلي أحمد الحراوي من صحيفة الدستور ونتمنى أن نكون قد يعني خبرنا أهالينا بأخبار جيدة عن انفراجات في هذه المدارس شكرا لكما أعزائي المشاهدين فاصل قصير ثم متابعة جديدة بإذن الله وإلى عجلون نتوجه وإياكم مشاهدينا ومن عجلون مطالب بتعبيد شارع يخدم عدة منازل في منطقة راسون وللمزيد نرحب وإياكم في هذا الصباح بالأخ علي البطوش وعلى الطرف الآخر المهندس علي العلاون مدير أشغال عجلون وبداية أبدأ بالأخ علي أخي علي صباح الخير يعطيك العافية على ستي صباح الخير ست سلمى لك ولأسرة برنامج يحدث اليوم ولجميع المشاهدين والمشاهدين أهلا ومرحبا بك ضعنا في الصورة أخي علي هنالك مطالب بتعبيد شارع بخدم عدة منازل في منطقة راسون تفضل وشكرا لكم سيد سلمى على سرعة الاستجابة سيدتي الحقيقة عندي ملاحظتين وليس ملاحظة واحدة الملاحظة نعم. الأولى طبعا من ناشد من خلالكم مجلس المحافظة اللامركزية بمساعدتنا وتلبية طلبنا بهذه الملاحظات علما بأنه لا يوجد من يمثلنا من منطقة مجلس المحافظة نعم. الملاحظة الأولى طريق توس راسون خلت عمر مضى على فتحها أكثر من 25 عام ولغاية الآن كما هي علما بأنها تخدم يزيد عن 34 منزل إضافة إلى كروم الزيتون وأشجار العنب والفواكه الأخرى وهذا الطريق طبعا زراعي خارج حدود البلدية حكى معي مدير مكتب البلدية قلت هذا خارج حدود البلدية وخارج حدود التنظيم نعم الملاحظة الثانية سيد سلمى إذا تكرمت الشارع الرئيسي المؤدي لنا من مثلث اشتبينا البربط عجلون براسون طوله 7 كيلومتر هذا شارع سياحي ورغبة سيدتنا الملكة لما زارتنا آخر مرة كان أن يضاع الشارع كونه شارع سياحي وأن يصبح صيدين نعم. ورغبة الملكة باعتبار بمثابة أمر ولغاية الآن والله كما هو على حاله نعم وأظل الملاحظات الثنتين إذا تكرمت نعم شكرا لك أخي علي واسمح لنا أن نأخذ الرد رسميا من المهندس علي العلاوني مدير أشغال عجلون مهندس علي صباح الخير يعطيك العافية سيدتي يا مرحبا أهلا ومرحبا بك يعني خلينا نجيب على السؤال الأول طريق راسون فتحت أكثر من 25 عام وتخدم أكثر من 30 أو 35 منزل لكنها بدون تعبيد وهي طبعا تحت وصاية وزارة الأشغال متى سيكون تعبيد لهذا الطريق وثم نتوجه إلى السؤال الثاني تفضل بداية أطيب التحايا للتلفزيون الأردني للمستمعين والمشاهدين الكرام أطيب التحايا لك سيدتي والأخوين على هذا البرنامج أهلا اسمح لي بس أوضح أن الطرق الزراعية لها رصيد دائما في كل الموازنات عندنا
ولكن دعني أوضح حتى للمشاهدين، طبيعة عجلون جمالا فيها طرق زراعية كبيرة جدا وبأطوال كبيرة جدا. نعم. إحنا ما عندنا مشكلة، أنا لأول مرة هذه الملاحظة ما أجى المواطن ولا راجعني في المديرية عندنا بخصوص هذه الطريق، ويا ريت احنا مكاتبنا مفتوحة إذا بيشرفنا على المكتب. نعم. عشان حاجة إنه هذه الطريق هل هي يتم رصدها عاجليا على 2025 سيدة؟ إحنا الآن في طور إعداد موازنة 2025، وفي عندنا الآن الطرق الزراعية راصين منها أكثر من 680 ألف بالتعاون مع مجلس محافظة عجلون، ومن ذلك ما قد إنه في تعاون كبير جدا وضمن أولويات واحتياجات المحافظة. نعم. فأنا من خلالك بدعو المواطن، هذا كتبنا مفتوح، بحيث إنه نحدد المكان وأطلع الفريق المختص ونشوف هذه الطريق ومدى أولوياتها ونحطها من ضمن الأولويات على موازنة 2025. نعم، بس لما عندنا ما نتحدث عن طريق من 25 سنة لأنه زراعي، طريق زراعي سيدتي. طيب يعني ما بيكون مثلا هنالك جداول للطرق الزراعية موجودة عندكم، أهميتها، عدد المنازل طبعاً التي تخدمها، مثلا مدة فتح هذا الشارع 25 سنة لم يئن الأوان أنه يعبد، لأنه بده يكون يخدم الكثير من المزارع والأهالي في تلك المنطقة. السعر عدد كبير، طلبات كبيرة جدا هذه. نعم. والطرق الزراعية نحن نعطي الأولوية للطرق الرئيسية والقروية والثانوية. نعم. طيب إذا بزوركم المواطن يعني إيش ممكن هذه الزيارة ينجم عنها أو يترتب عليها؟ ينجم عنها مباشرة إنه بطلع الفريق، وكانت إنها كانت من ضمن الأولويات والاحتياجات أنخليها من ضمن الأولويات تعاون مع المحافظة من ضمن الطرق الزراعية اللي موجودة على 2025. نعم. نعم، يعني إن شاء الله. إذن هذه دعوة للأخ علي البطوش لزيارة المهندس علي العلاوني مدير أشغال عجلون، وستكون هنالك إن شاء الله خطة للعمل مستقبلية. ونضيف ونجيب على الشارع الثاني، وهو الشارع الرئيسي من مثلث شتفينة واللي طوله 7 كيلومتر ويعتبر شارعا سياحيا، نتحدث عنه لو تكرمت. الآن نعم، هذا الطريق سياحي وهو طريق رئيسي بربط أماكن مهمة جدا، واسمحي لي سيدتي. طيب بدنا نجيب عليه بعجالة لو تكرمت. طيب الآن راح يكون من ضمن خطة 2025 أيضا من خطة في حال التوافق مع مجلس المحافظة بردوا على الموازنة إن شاء الله. إذا مشاريع لل 2025 نتحدث عنها لاحقا، نتحدث بمزيد من التفاصيل لأنه أدركنا الوقت ولدينا قضية أخرى سنعالجها أو سنتحدث عنها بعد قليل. كل الشكر للمهندس علي العلاوني مدير أشغال عجلون، وأيضا الأخ علي البطوش، شكرا لكما. أعزائي المشاهدين، فاصل قصير ثم متابعة جديدة بإذن الله. إذن مشاهدينا، متابعتنا الأخيرة ستكون من هيئة تنظيم قطاع النقل، حيث شكاوى من التطبيقات المخالفة ووعود بحجبها. وللمزيد نرحب وإياكم في هذا الصباح بالدكتورة عبلة وشاح، مديرة الإعلام والاتصال في هيئة تنظيم قطاع النقل البري. دكتورة عبلة صباح الخير، يعطيك ألف عافية. يا أهلا، صباح الخير، أهلين أختي. أهلا ومرحبا بك. إذن تردكم جهودكم مشكورة بداية، لكن تردكم الكثير ما زالت من الشكاوى عن تطبيقات مخالفة، ودائما هنالك وعود بحجب هذه التطبيقات. أين وصلتم في عدد المخالفات وما هي الإجراءات التالية؟ تفضلي. سلمى، بداية صباح الخير لك ولكافة السادة المشاهدين. يعني موضوع التطبيقات الغير مرخصة، يعني هذا الموضوع وهذه الظاهرة اللي موجودة، يعني إحنا على قدم وساق بمعالجة هذه الظاهرة وهذه المخالفات. نعم. اللي بتتبعها العديد من أصحاب السيارات الخصوصي، وهذا الأمر إحنا بنتابعه إلكترونيا مع إخواننا في وزارة الاقتصاد الرقمي وأيضا في هيئة تنظيم قطاع الاتصالات من أجل حجب تطبيقات الغير مرخصة قدر الإمكان. نعم. يعني إحنا بدنا نحاول ضبط أكبر عدد ممكن من أو حجب أكبر عدد ممكن لمساحة هذه التطبيق أو للفاعلية الإلكترونية للاستجابة مثل هذه التطبيقات. نعم. وأنت كما تعلمي يعني عملية الحجب ليست بالسهلة، يعني ممكن الالتفاف بطريقة أو بأخرى لإعادة تشغيل هذه التطبيقات، ومع ذلك يعني إخواننا في إدارة السير وأيضا اللجان الرقابية في الهيئة
يعني بشكل دائم تقوم بمحاولة وقف هذه التطبيقات. نعم. يعني إحنا اللي بيهمنا بهذا الموضوع، وعلى الرغم من أنه إحنا بالعادة بشكل دائم نلتقي مع إخواننا في نقابة أصحاب السيارات العمومية ومكاتب التاكسي الأصفر، إحنا بنلتقي معهم لأنه إحنا بيهمنا يعني خلق توازنات في السوق لكافة الأنماط في قطاع النقل، وتحديداً يعني أنماط الركوب الصغير. يعني إحنا بنحكي عن تاكسي الأصفر، بنحكي عن تطبيقات المرخصة لنقل الركاب. يعني هذه التوازنات يجب أن تكون موجودة، ويجب أن يكون هنالك متابعة أيضاً لمستوى العرض والطلب الموجود. يعني أنا عندي نمط التاكسي الأصفر، بهمني الجدوى الاقتصادي، بهمني أيضا هامش الربح. نعم. هلا إذا كان في يعني شعروا إن أصحاب مكاتب التاكسي الأصفر بأنه في وجود تأثير لأنماط أخرى وتحديدا التطبيقات الغير مرخصة، إحنا بالتأكيد بدنا نكثف إجراءاتنا. إحنا إن شاء الله بنهاية الـ 2024، يمكن بشهر شباط 2025، راح يكون عندي نتائج لدراسة حاجة المملكة من خدمات نقل الركوب الصغير. نعم. بناء عليها إحنا راح نحدد مدى حاجتنا لوجود سيارات جديدة قد تدخل إلى الخدمة، أو الاكتفاء بالأنماط الموجودة أو تطبيقات سيارات الموجودة بالنسبة للتاكسي الأصفر. نعم. والسياحي، وأيضا لسيارات التطبيقات. نعم. إحنا يعني ملخص الموضوع إنه إحنا في متابعة وبشكل دائم، احنا راح ان شاء الله راح نرجع نخاطب اخواننا في وزاره الاقتصاد الرقمي، وايضا هيئه تنظيم الاتصالات، ايضا وحده الجرائم الالكترونيه، لانه هذا الامر اكيد يتعلق بارتكاب مخالفات، لانه نعم. في بعض التطبيقات الغير مرخصه تقوم بعمل دعايات ومنشورات عبر وسائل التواصل الاجتماعي وهي غير مرخصه. نعم. وبالتالي لابد من ملاحقتها قانونيا و نعم. تنظيميا إذا كان هنالك ارتكاب. نعم. دكتوره عبلة، ونختم معك هذا اللقاء بأنه نشير إلى أن هذه التطبيقات المرخصة هي تضمن حق الراكب، وأيضا يعني كافة حقوقه لا قدر الله في حال وقوع ضياع أو خلينا ضياع مفقودات للأمور، ومتابعة أيضا، وأيضا لحقوقه في حال وقوع حادث لا قدر الله. نختم بهذا من خلاله. نعم. تفضلي. نعم صحيح. يعني إحنا بهمنا موضوع الأمان للراكب، مستوى الخدمة، موضوع التأمين زي ما ذكرت في حال حدوث حادث لا سمح الله، لابد من أن يكون هنالك تغطية تأمينية وتغطية بالعلاج وكافة هاي الكلف المترتبة. يعني هذا الأمر هو يعني بكل تفاصيله التطبيقات غير مرخصة هي مخالفة قانونيا جملة وتفصيلا بكافة الأمور المتعلقة بخدمة نقل الركاب. نعم نعم، شاكرين لك كل هذه التوضيحات. الدكتورة عبلة وشاح، مديرة الإعلام والاتصال في هيئة تنظيم قطاع النقل البري. إذن مشاهدينا، بهذه المتابعة نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم. في أمان الله نترككم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.